السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد قناة جيمر. اليوم راح نتكلم عن بيلد شخصية الجانسلينجر. إذا يهمك إنك تكون نفس قوتي أنا، إنك توصل للأتر 6 وأنت مرتاح، تمام؟ إذا يهمك توصل للأتر 6 وأنت مرتاح في المقطع هذا حقي أو البيلد حقي راح يناسبك. إذا أنت تبغى أقوى بيلد في اللعبة فما عندي هذا الشيء، أنا ماشي على البيلد اللي يوصلك للأتر 6 وأنت مرتاح. ممتاز، خلونا عاد نبدأ. أول شيء خليني أوريكم الستات حقي. عندي أنا حاليا الماجيك دامج عندي 364,000 و4324، تمام. ننزل تحت عند الانرجي اوكين، هذا برضه شيء مهم. عندي 160 عشان تشوفون دائرة الصفر هذا انها تتلعب عندك بسرعة، فشيء هذا مرة مهم، تمام. ننزل عند الاتاك سبيد، عندي 254%، عندي مثلا كتكال هيت 106.4، والكتكال دمج عندي 2148.2. طبعا هذا راح يزود بعدين، لان انا حاليا عندي ناقصني فيس ليفل 3 كريستال حاليا هو ما عندي، فاذا جبته فراح يزود عندي شيء ذا. وعندي الماجيك فاين، عندي الماجيك فاين 3185، تمام. عندي اللايت حوالي 3300 وشي زي كذا. طيب عندي هنا اول شيء تروح عند الخاصيه الخامسه هذه. لازم تكون عندك خاصيه الخامسه حق شخصيه اللونار لانسر، عشان لا يهمك انها تعطي فيسك دمج، ما يهم الشيء ذا. احنا نبحث عن الخاصيه السريه اللي جوا الشخصيه نفسها. الخاصيه السريه هذه انك وانت تدمج الوحش فجاه راح يكبر لاعبك ويعطي اتاك سبيد اعلى، تمام، ودمج كريتيكال هيت اقوى شوي، تمام. فهذه افضل خاصيه تحطها على جانسلينج. اوكي، ننزل عند الجير. عندي الهات ليفل 3، موصل لي 3 نجوم، موصل معي موصل كامل، كان ناقصني الكريستال لاين الكور اللي هي تاخذها من دنجنات الخمس نجوم. انا حاليا ناقصني منها كثير، فاحتاج اني اجيب واطور فيها لين اوصلها كامله، تمام. عندي ترتيب الكوستل هذا، عندي الاولى طبعا هي ثابته، الاولى اول ثنتين ثابتات اللي هي ماكسيمم هيلث واللايت ثابتات، اللي بعدها كريتيكال دامج ماجيك فايند واتاك سبيد. ممتاز، الجن عندي موصله كامل كوستل ليفل 3، عندي ماجيك دامج او اللايت هي ثابتات، اللي بعدها كريتيكال دامج كريتيكال هيت اتاك سبيد، تمام. عندي الفيس الحين زي ما تشوفون الفيس عندي كوستل 2 ليفل 2، انا حاليا ابحث عن الليفل 3 اللي الحين جاني، ما الحين بطلع لي حظي زفت يعني، فلو جاني فبفعل نجوم فبتزود القوه حقته، يعني بيصير عندك ال يعني الاتاك سبيد هنا بيصير 31 زي اللي هناك. فهنا طلع عندك اول ثنتين ثابتات اللي هي المكسيم هيلث واللايت، طبعا تحط لك بالبفات اللي فيها تشوفون النقاط هاي تكمل فيها. عندك الكريتيكال دامج والمنك دامج والاتاك سبيد، ممتاز. طبعا هنا ناقص عشان موضوع النجوم، عشان موضوع الليفل بعد حقها. طبعا هو اللي هذا يطيح لك في اليو 10، انت حظك يطيح لك فيس ليفل 3 حظك عنيف، فلا يهمك ترتيب الخواص جوا، انت يمديك ترتبها في اسابيع معينه حق ترتيب الخواص وزي كذا. نجي للخاتم، الخاتم ليفل 5 ماجيك دامج وماجيك فاين. لو عندك افضل، لو عندك الماجيك دامج والانرجي ريجن هذا افضل من اللي عندي هذا. انا حركبت هذا عشان اخر ماجيك فايند اعلى عشان يضيح لي ستيلر وزي كذا. يعني الالاي يعطيك 20% من قوتك، هذا هو الاسم الالاي اللي عندي انا، يعطيك 20% من مجموع قوتك، تمام. او يعطيك بعد زياده انك تعيد القطات اللي عندك بشكل اسرع، 25% اسرع يعني. حلوين، نجي عند الامبلمات. الامبلم عندك الامبلم هذا الاركاين امبلم، وعندك الديفايند فيال، وعندك اتوقع اسمها شرومانتيك امبلم. كل ذولي تلقونهم وين؟ تلقونهم في تلقونهم في الستور. اضغط ستارت، ادخل على الستور، امشي لين عند كلمة مور، هنا انزل تحت بتشوف هنا ديفايند. ديفايند قيمته 20,000 بنقاط الديلي اللي تجيك يوميا، جمع 20,000 وخذه. بعدين خذ الاركاين هذا حق الامبلم اللي يعطيك 250%
من قواتك مدة 3 ثواني. طبعا الديث ديفاين وش فايدته؟ اذا بغيت تموت يشتغل من نفسه، هاي فايدته. تمام، كل ما بغيت تموت يعني بقى الحين انت توك خش اللعبه، يجيك وحش وضربك يعني خلق ضربك لين ينقص دمك على الاخر، في الاخير اذا ما ضغطت اذا ما ضغطت المثلث في الوقت المناسب راح تموت. هذا خلاص، اذا انت ركبت هذا الشيء عندك ما عاد تحتاج تضغط المثلث ابد، بمجرد ان ينقص دمك لين اخر شيء راح يشتغل بنفسه وراح يعبي دمك، ما راح يعبي كامل، راح يعبي شوي بس انه راح يعبيه افضل. يعني عندك الامبلم هذا برضو، هذا الامبلم انه يستعيد جميع قدراتك بشكل اسرع. تمام، انه يستعيد جميع قدراتك. تمام، وش فايدة هذا الامبلم؟ فانا الحين بشغل الالتمت، شوفوا احنا عندنا العداد حق الالتمت قاعد ينزل ينزل بشويش، كل ما اشرب فلاسك كل ما يخليه يمشي اسرع او يتخلي يتخطى اسرع، فيصير اقدر اشغل مثلا كذا سو اطبق 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 زي كذا، واشرب 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 زي كذا، واشغل واطبق مره ثانيه. هذا عشان انت تبغى تهزم البوس بسرعه او بقوه، يعني الحركه دي بتفيدك كثير. انك بمجرد ما تشرب كذا بمجرد 50% اشتغلت وانت شحنت الالتمت حقتك ويلا وضربه، يعني فبيعطيك دمج مره عالي. ممتاز. نرجع الحين زيادة الأشياء اللي عندك تعطيك قوة زيادة. موضوع التنانين، اصنع جميع التنانين الموجودين في اللعبة. في قناتي أنا شارح يمكن أغلب التنانين، ما بقى حاليا إلا 4 تنانين وأخلص جميع التنانين كلهم يعني. تمام، فأنت شوف شوف التنانين كلهم اصنعهم، عشان كل تنين راح يعطيك قوة إضافية. شوفوا أنت تحت هنا في التنين، مثلا التنين هذا أعطاني مثلا ثلاثة في المية زيادة تاك سبيد، وخمسين ماجيك فايند، وثلاثة في المية كريتيكال دامج وزي كذا. تمام، فهو كل خلينا نقول الله، كل تنين راح يعطيك أشياء معينة، قوة بسيطة في أشياء معينة زي كذا. تمام، حلوين حلو هذا التنين كذا. خلينا الحين نجي الحين عايز الحين نتكلم عن موضوع التنانين. وفي تنانين أسطورية بعد، عندك تنانين أسطورية. خلونا نروح الهاب الحين حاليا، نروح الهاب. التنانين الأسطورية اللي جمع بيضات من بيضة الدراجون إيج، دايموند دراجونايت إيج اللي هذه. خلونا نروح الهاب الحين، خلونا نشوف هذه. شوف تجي هنا عندك، هنا تنزل تحت آخر شيء عندك البيضة هذه، تجمع البيضات حقتها. تمام، اللي ما يعرف كيف يجيبها، في مقطع عندي في القناة قبل عن البيضة هذه كيف تجيبها وكيف تجمع. طبعا هو حدك في اليوم، إذا كنت موصل أغلب شخصيات كلها فوق 20,000 راح يجيك مثلا 5 حبات يوميا. تمام، إذا أنت جبتهم وصنعت التنين هذا، التنين الأزرق والتنين الأصفر والتنين الأحمر، طبعا التنين الأزرق كلهم، التنين الأحمر والتنين الأصفر كلهم، حيعطونك كوح مما حيعطي 10% من مجموع القوة في الجيمات. مثلا الزرقاء مثلا هنا جنبها في الجيمات مثلا الصفا، يعطيك 10% من مجموع القوة اللي فيها هي نفسها. والحمراء نفس الحالة. تمام، زيادة انه راح يعطيك ماجيك دامج ويعطيك كتكال دامج ويعطيك كتكال هيت على كل تنين. هنا نفس الحالة بعد، وهنا راح يعطيك برضو زيادة ماكسيمم هيلث زيادة. تمام، خلونا الحين نرجع للكلاب وبويكم زيادة، بويكم الجيمات اللي عندي. تمام، كيف ترتيبها وكيف توزيع البفات فيها عشان تعطيك القوة الكويسة المرة. طبعا في الجيمات لازم انك ترفع النسبة المئوية الداخلية فيها، ترفعها لين 100% لازم. تمام، خلونا وش بويكم اسماء الجيمات اللي عندي اول. طبعا هاي جيمة الكلاس، هاي ما تتغير. طبعا جميع الجيمات اللي عندك بتكون ترتيبها مثلا، ما يهم نوع ترتيبها سواء كان فوق او تحت، ما يهم، اهم شيء يكون فيها الماجيك دامج والكتكال دامج والكتكال هيت. تمام، عليهم كلهم، وبقي لك واحده خلي فيها مثلا ماكسيمم هيلث عشان موضوع انك دمك يكبر شوي. تمام، لو تحصلها بعد الماكسيمم هيلث تخليها مثلا نسبه مئويه، فبيعطيك زياده في الدم يعني مره كبيره او شيء كويس كذا يعني. تمام، اما البقيه كلهم خلهم يعني كتكل هيد اسحب عليها، اهم شيء كتكل دامج هو اللي يعني زي ما قلت. فخلينا الحين الجمه الحمراء اللي عندي هذه هي نوعها باليوت. تمام، والجمه الجديده عند البوسك. تمام، وعندك برضو الجمه الصفا هذه اللي هي الستيننج كيرس. تمام، هذه هي جميع الجمات اللي عندي انا
لازم تجيب زيها عشان توصل بنفس القوة أو بنفس الأداء اللي عندي أنا. ممتاز، خلونا الحين عاد نخش الحين نفصل في موضوع البفات اللي جواها. ممتاز، نجي الحين احنا حاليا بنتكلم في الجيمات الكبار أول. تمام، الجيمات الكبيرة عندك زي ما قلت تخلي النسبة المئوية الداخلية 100% في كل الجيمات، وتخليهم أعلى ليفل اللي هي ليفل 25 لكل جيمة، طبعا تكون ستيلر ما تكون راديانت. تمام، عندك الجيمة الكبيرة هذه عندي بفتين في الكريتيكال دامج وبفة في الماجيك دامج. ممتاز، نروح الجيمة الكبيرة الثانية برضه نفس الحالة، كريتيكال دامج بفتين والماجيك دامج بفة، برضه نجي هنا بفتين كريتيكال دامج وبفة على الماجيك دامج، برضه نروح هنا بفتين على الكريتيكال دامج وبفة على الماجيك دامج، نفس الحالة. تمام، نجي الحين في الجيمات الصغيرة هذه، الجيمات الصغيرة هذه الكريتيكال هيت ما تحط عليها اي شيء نهائيا، لا في الكبار ولا في الصغار ما في عليها اي بف. الجيمات الصغيرة يكون الكريتيكال هيت كريتيكال دامج بفة والماجيك دامج بفتين. الجيمة الصغيرة الثانية نحط ثلاث بفات كلها في الماجيك دامج، الافضل ان تخليك مثلا بفة واحدة مثلا في الكريتيكال دامج وبفتين في الماجيك دامج، لكن انا حاليا ما عندي شيء اللي يبدل او اللي ينقل بفة فما نقلته. عندك الجيمة الصغيرة الثانية صفا نفس الحالة، بفتين في الماجيك دامج بفة في الكريتيكال دامج. البعدها نفس الحالة، بفتين في الماجيك دامج وبفة في الكريتيكال دامج. نجي هنا في الحمراء، بفتين في الماجيك دامج وبفة في الكريتيكال دامج، نفس الحالة في اللي بعدها الثانية، بفتين في الماجيك دامج وبفة في الكريتيكال دامج. نجي في الآخر شيء في الجيمات الأخيرة هاي الجديدة، نفس الحالة، اللايت ما تحط على أي شيء، نحط كلها في ال نحط ثلاث بفات كلها في الماجيك دامج. الأفضل إنه حطيت بفة هناك، بس أنا ما حطيت عادي. فهنا نفس الحاجة زي ما تشوفون هنا، بفتين في الماجيك دامج وبفة في الكريتيكال دامج. هذا هو ترتيب البيلد حق شخصيتي. إذا أنت وصلت أو رتبت زي ما أنا مسوي وصلت كل التنانين وزيادة، عندكم المستري، المستري هذا تشوفون المستري العالي هذا، هذا لو أنا لو إني أفصل هنا ودي تشوفون هنا، شوفوا هنا كاتب أن المستري معطيني 1600 رانك. المستري ترى يرفع في الكريتيكال دامج ويرفع في الماجيك دامج ويرفع في الأشياء هذه، فحاول إنك تجيب مستري عالي إذا أنت تبغى القوة الخرافية هذه، لازم ترفع عندك كل شيء توب. تمام، فبتجيك القوة هذه. حاليا بقوتي أنا أقدر حاليا أنا أخلص الأساس الحالي بدون مساعدة أحد. فأتمنى أن المقطع عجبكم، يعطيكم ألف عافية المتابعة، اللي ما أشترك يشترك فأخصيت به. إيش المقاطع اللي أخوياك اللي يلعبون تروف أو اللي جديدين على اللعبة وتبغاهم يستفيدون، أنشر لهم المقاطع هذا عشان يستفيدون منها وزي كذا. إذا عندك أنت أي اقتراح أو عندك يعني تبغى شيء معين، تبغى تشوف الأشياء يعني نقول عندك أشياء ما تعرف عنها أو إن أنا ما شرحتها، اكتب لي تحت في التعليقات وإن شاء الله بقراها، إن شاء الله راح أسوي عنها مقطع إن شاء الله بإذن الله. فنشوفكم إن شاء الله على خير ويعطيكم العافية، سلام.